نروح بقى طبعا للحاجات برضو اللي بتزعل، يعني كن يعني كده احتفالية جميلة، لكن ما زال برضو موضوع اختفاء الفتيات الحقيقة. وعندنا خبر اختفاء كريستينا منير ميخائيل، عندها 18 سنة، من محافظة الفيوم، قرية سيلة المحطة. اختفت من يوم الاثنين 18/6/2018. احنا بنحاول دلوقتي نتواصل مع والدها او حد من اقربائها. طبعا يعني برضو كالمعتاد كانت قايله لمامتها انها رايحه الكنيسه، وخدت 10 جنيه ومشيت. وبعد كده لغايه ما جم اخواتها من السجن، عفوا انا اسفه معلش، السجن وقصه نتياس العذراء، لغايه ما اخواتها كانوا جم من الشغل ولقوها لسه ما رجعتش. وطبعا بداوا بقى يدوروا عليها ويحاولوا يشوفوها ويسالوا بقى في المستشفيات، وعملوا محضر وبدأوا يشوفوا مين صاحبتها. وبعدين لقوا في بعض البنات من صاحبتها كانوا قالوا لهم انه كان في شاب مسلم بيكلمها، بس مش متأكدين، اسمه محمد حمادة الشرقاوي وشهرته أوشا. وبنت صاحبتها قالت ان هو حضر معاها عيد ميلاد قبل كده، وكانت لما قدمته ليهم قالت لهم ان ده ابن خالتها. المهم طبعا عملوا المحضر اسرتها وذكروا اسماء اقرب صديقاتها اللي هم كانوا ميرنا ونورهان اللي عندهم معلومات عن هذا الشاب. وبدأ الفعل بدأت بالفعل برضو محاولة التتبع التليفون، أو يعني الكشف عن آخر مكالمات كانت أجرتها من تليفونها قبل الاختفاء. المهم يعني أنه طبعا بيحاولوا يشوفوا الولد ده فين، وعرفوا فعلا أنه ليه صفحته على الفيسبوك وأنه هو فعلا اسمه كده. ومطلوب بقى من الامن انه لو هو عارف مكان الولد وعارف مكان كريستينا فين، انه يرجع كريستينا لاهلها. كريستينا عندها 18 سنه، لكن برضو في نفس القصص اللي بتحصل زي كده الحقيقه محدش برضو يعني ما اقدرش اقول انه هل يعني الامن هيتعاون ولا مش هيتعاون. برضو بنحاول قولوا لي طب الاخبار، في حد من اسرتها معانا يا ترى؟ طيب، بحيث انه نفهم برضو وصلوا لغاية فين. وهي كده مختفية من يوم 18/6/2018. انا برضو عايزة اتوقف عند القصة هنا، يعني مثلا لما يعني برضو بلاقي ناس كتير بتلومني على ازاي ان انا بفرح لما بنت بترجع وما اقولش تفاصيل. يعني ادي عندك تفاصيل كتير، في قصص فيها تفاصيل، ايه اللي انت عايزه في تفاصيل؟ يعني ايه اللي انتوا عايزينه؟ ومية مرة قلت الكلام ده، يعني أنا مش فاهمة. خلينا طب نتفق إنه على حاجة عشان نريحكم، لو الأهل ما مرضوش يتكلموا ما تخليكم تتوقعوا إن هي كانت معاه وماشية مع ولد ورجعت، طب تفرحوا ولا ما تفرحوش؟ معلش أنا آسفة بقى، لأن أنا تعبت من الموضوع ده وتعبت من لومي أنا. ليه بتلوموني أو بتلوموا صفحتنا أو بتلومونا إحنا؟ يعني هو النهاردة هل كل اللي بيكلموا دول ملائكة من السماء؟ محدش منهم بيغلط؟ افرض إنها كانت بنت وغلطت ورجعت، نفرح ولا ما نفرحش؟ وقاعدين نقول في الإنجيل قال لنا 100,000 مثل على الموضوع ده، السماء تفرح بخاطي واحد يتوب أكتر من 99 بر لا يحتاجون للتوبة. ما تفرحش ليه؟ وتبقى عايز تعرف إيه؟ حد كان في الخطية، حد كان بعيد ورجع، إيه اللي أنت عايز تعرفه؟ ممكن تتوقع ده؟ يعني النهاردة أنت بتكلمني على إنه خطف، إحنا بنقول اختفاء ما بنقولش خطف. لما بيكون في حد بقى أسرة حد هتتكلم عن خطف بيبقى خطف. غير كده ممكن تتوقع ان هي كانت ماشيه في طريق ما كانش هيبقى كويس ليها ورجعت، فنفرح انها رجعت؟ ولا حضراتكم عايزين ايه؟ يعني واحد بعت لي بصراحه، معلش انا اسفه، يقول لي انا اتقرفت واتضايقت من حلقتك ومش عايزه اتفرج عليكي تاني. عشان ايه؟ ايه اللي انت تقولي لنا الكلام ده وتقولي لنا ان انا بفرح ومش مهم التفاصيل؟ ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوليه؟ انا راضيه بحضراتكم، ايه رايكم؟ الشخص ده ايه رايكم فيه وتعامله وحتى طريقه كلامي؟ طبعا انا عملت له بان من الصفحه، بلوك خلاص، مش محتاج انك انت، لا انا محتاجه ان انت تشوف حلقتي ولا محتاجه انك انت تتابع صفحتنا اساسا، لانك انت بتفكر بشكل غلط. اي حد يا جماعه بيفكر في ده، وبنقول لكم يا رب ما يوري حد التجربه دي. فاكرين لما ابو ميراي دخل معانا وقال ايه؟ انا لما كنت بسمع عن اختفاء الفتيات ما كنتش اتوقع ابدا ان يحصل معايا حاجه زي كده. فاكرين الجمله دي؟ كل واحد فيكم بيتابع الحالات دي النهارده وبيتكلم هذا الكلام، ممكن جدا في اسرته، في اسرته القريبه او في حد من قرايبه المقربين يحصل حاجه زي كده، ولا مش ممكن؟ يبقى ساعتها ايه رايك؟ ساعتها هتقول لا ما نفرحش انها رجعت؟ لا قولي لنا التفاصيل، انت كده غريبه قوي، انت انسانه عجيبه؟ ايه رايكم؟ ممكن نتفق على كده انه لو الاسره ما اتكلمتش في تفاصيل خلينا نشكر ربنا ونقول اه البنت كانت رايحه في طريق يعني وربنا انقذها منه، وبفضل الصلوات وصلواتكم وتضرعاتنا كلنا ان ترجع، رجعت
افرح بقى ولا ما افرحش؟ انا مش عارفه اقعد اتكلم في الموضوع ده كل مره ولا ايه، لغايه امتى؟ ارجوكوا خلينا هنبقى مسيحيين حقيقيين، واقروا الكلام اللي في الانجيل، وانه كلنا خطاه، ومن منكم بلا خطيه فليرميها بحجر اولا. خلاص، تفاصيل ايه اللي انت عايز تعرفها؟ في حاجات خطف، وفي حاجات سرقه، وفي حاجات اعضاء، فيه. بس انا بتكلم بالنسبه للبنات اللي مختفيات دي، احنا عندنا ازمه، عندنا شباب مسلم بيحاول يلف على بناتنا. يبقى ونحاول ونسيب بناتنا، ولا نقعد نحاول نرجعهم، ولما يرجعوا نفرح ولا ما نفرحش؟ طيب نشوف مواضيع تفاصيل اكتر بالنسبه لاختفاء كريستينا، ومعنا الاستاذ مريد رضا ابن خاله كريستينا. برحب بحضرتك معانا. يا اهلا وسهلا يا فندم. طبعا يعني بشكر حضراتكم ان انتوا قلتوا القصه كما يعني كما هي، الحقيقه اللي فيها، بان انتوا توصلتوا لانه كريستين كانت في ولد في الموضوع اسمه محمد. اسمع من حضرتك التفاصيل اكتر، من وقت ما اختفت ووصلتوا لغايه فين، وهل في تعاون من الشرطه انهم يرجعوا لكم البنت وعارفين مكان الشاب ده ولا لا؟ اول ما اختفت يوم الاثنين فرحنا نعمل محضر، قال لك لازم تاني يوم لحد 48 ساعة. تمام. عملنا المحضر، وبعد كده قعدنا نصاصة نشوف مين زمايلها، مين أقرب الناس ليها. لقينا معاها ثلاثة أصدقاء، وهي الرابعة. كنا طالعين مع بعض المدرسة، داخلين مع بعض. هي في سنة كام في يعني المدرسة؟ ليه؟ سنة كام هي؟ بتدرس في إيه دلوقتي؟ كانت سياحة وفنادق سنة ثالثة. تالتة سياحة وفنادق. فين هي مكان سياحة والفنادق دي، عندكم في الفيوم ولا في مكان تاني؟ لا، في بلد بعدينا اسمها دمو. اسمها ايه؟ دمو سياحة وفنادق. دمو دمو دمو؟ اوكي تمام. تبع الفيوم. اي. فسقطنا، جت واحدة اسمها نوران صديقة ليها. قالت أنا شفت شخص معاها. وسألتها مين ده؟ قالت ده أوشة ابن خالتي. وش ابن خالتي. فاحنا ما كانش عندنا اي معلومات بالموضوع. جت الشباب دخلت على الفيسبوك والانترنت، انت عارف حضرتك. ليه اوشه كتير قوي، يعني كذا واحد اوشه. فقعدنا نتواصل مع زميلاتها لغايه ما جبنا الصور. قالت هو ده اللي انا شفته معاها، هو ده. دورنا على البيت، هنا مكتوب حماده مع محمد حماده الشرقاوي. محمد حماده الشرقاوي بالظبط. تمام. جينا رحنا عملنا محضر، احنا لو كنا عاملين محضر تغير. جينا طلعنا على المركز عملنا محضر خطف. انه هذا الشاب هو اللي وراء اختفاء كريستينا طبعا، وانه يعتبر يعني بمثابه محرض ليها على الهرب. ايوه. قلنا متفقين مع ضابط المباحث ان احنا معانا اسم محمد حماده الشرقاوي، ودي بشكل فيه ان ده ورا كريستين، ان هو بقى سواء غراء سواء عمل انه بيحبها سواء ايا كان بقى، هو كان قايل لها احنا ما نعرفش، او كان وعدها بيه احنا ما نعرفش. سن مراهقه وبنات يعني انت عارفه حضرتك ان الموضوع ده كله بيتسيطر على سن المراهقه، يضحك عليها بسهوله. الضابط قال احنا عارفين شغلنا وعارفين احنا بنعمل ايه كويس. قعدنا ثلاث اربع ايام ما فيش اي نتيجه، ما فيش اي جديد. طلعنا على مكتب الامن العام. طلعنا مكتب الامن العام، مكتب الامن العام اتصل بالامن الوطني. ايوه. والامن الوطني اتصل بينا ثاني يوم في اي معلومات، قلنا له المعلومات اللي عندنا احنا عاملينها في المحضر. تمام. قال طب ان شاء الله، قال ان شاء الله خير واحنا شغالين وعلى الله. نتواصل معاكم لو في اي جديد، بس احنا حاسين لان احنا واثقين ان الحكومه بتاعتنا فيها اجهزه عاليه جدا جديده جدا. ازاي النهارده احنا بقى لنا 10 ايام مش عارفين نتواصل لشخص احنا قايلين ايه فيه؟ قالوا لكم ايه؟ احنا مستغربين. ايه؟ قالوا لكم ايه لما قلت لهم الكلام ده؟ لا، ما احنا لما كلمنا ضابط المباحث قال ماشي احنا عارفين كل حاجه وعارفين شغلنا. ايوه، انت بتقول انك رحت بقى على جهه اعلى. رحنا الامن العام، والامن العام حولنا لمديريه الامن. اي مديريه الامن كلمت المركز وقال له بنفس اللفظ واحنا واقفين لضابط المباحث، قال له انت عملت ايه في الموضوع بتاع كريستينا؟ قال له يا فندم لسه واحد اثنين. قال له لا، الموضوع ده ما يتاجلش، وانا عايزك تتابعني بيه اخبار اول باول.
تمام. ولحد دلوقتي النهارده 10 يوم مش عارفين نوصل لاي نتيجه ولا اي معلومه، ولا يعني شوف قايلين لهم ان احنا فلان الفلاني ايوه ما جاتش عنه تحريات، ما جاتش عنه اخبار، النهارده 10 ايام. طب كان في ناس معرفش جابوا معلومات دي منين، بيقولوا ان هو كان في البحيره وبيقولوا ان هو هرب، وان احتمال يعني كبير هي قوي اقاويل انه كده يبقى هي كريستينا قربت اقاويل الامن يرجعها لكم. هل سمعتوا الكلام ده من لا حد؟ هي اقاويل كتيره، هي اقاويل كتيره، كاحنا كمواطنين كاهل المخطوف احنا مش عارفينه منين. تمام. ده اسم من على النت، احنا مش عارفينه منين، احنا المفروض دي بقى شغل الامن وشغل يعني الحاجات، هم اكتر مننا وامكانياتهم اعلى. طب هي عندها كام اخ واخت كريستين؟ عندها اخت واحده متجوزه وعندها ثلاث اولاد. يعني اختها متجوزه وعندها ثلاث اولاد. طيب وعلاقتها ب لا اختها متجوزه وعندها ثلاث اخوات وثلاث صبيان. يعني هي اقصد انه كريستينا ليها اخت وليها كمان ثلاث اولاد اخوات، ثلاث صبيان. طيب ثلاث اولاد. والاب والام علاقتهم بيها كانت ايه؟ يعني هل كانت علاقه كويسه؟ يا فندم ده ناس بسيطه جدا، بسيطه من الناس اللي هي يعني ما تعرفش تزعل حد. طيب ما يعني حتى لو ولد عنده يعني مثلا ما فيش اساس منهم، ايه ناس بسيطه هيزعلهم ليه؟ تمام. مفيش حاجه زي طيب كده خالص. النهارده باذن الله يا رب كده يعني الامن ينجح بانه يرجعها ان شاء الله، وانه زي ده احنا ده اللي احنا بنطالب بيه، بانه المفترض طالما هو عارف الشاب والكلام ده كله انه الامن ايوه انا يرجعها لاهلها، لانه كان عمل كده في قصه البنت الصيدلانيه اللي كانت في المنيا، وقال لك وانه قبضوا على الولد على اساس اتهموه بانه هو حرض البنت على الهرب وكان ابن خالتها يعني. فربنا يا رب كده. اتفضل. انا بناشد وزير الداخليه من عند حضرتك وصوتك، ازاي يعني 10 ايام رجاله الامن المصريه اللي الناس كل العالم بيتحكى بيها مش عارفين يجيبوا ولد خاطف بنت، ازاي يعني؟ تمام. يعني ده الاسم موجود والصوره على الفيس، وبقى لنا 10 ايام ما عندناش معلومه. تمام. نروح القسم نتكلم، احنا شغالين، طب احنا شغالين احنا مش شايفين حاجه. ما هو احنا هنتكلم للأسف أنا آسفة أقول لك يا أستاذ مريد إنه أحيانا يروح يعني لما بيجي يتواصل معاها ويقول لك خلاص البنت ماشية بمزاجها، هي كملت 18 سنة بالفعل؟ من ال 18 سنة وبعدين ماشية بمزاجها، أنت حضرتك لسه بتقولي دلوقتي، هو أيوه مين ما بيغلطش؟ أي يعني اتضحك عليا أو اتسيطر على دماغي وغلط أسيبها؟ بالظبط. وان البنت بنتكم، وده اللي احنا بنقوله، ان كانت في بنت مسلمه برضو كانت حاجه و20 سنه وكانت مع ابن خالها ورجعوها لاسرتها وقبضوا على ابن خالها على اساس ان هو اسرتها اتهموه بان هو محرضها على الهرب. فده عشان كده احنا ده المواقف اللي زي كده بنقول ان من حقكم ان يرجعوا لكم بنتكم، ما يقولولكوش انها، او ما يبقاش كده فكره ان تمام. ما هو ده اللي احنا نفسنا ان هم يفهموه يعني يا استاذ مريد، يعني نفسنا ان الامن يفهم كده يعني. انا لو عندي 30 40 سنه ما بغلطش، ما بغلط غلطات ممكن يعني رجاله في شنبات بتغلط غلطات بيدافع عائلات. تمام. طيب الواحد يعني اي حد يغلط. يعني معنى كده اللي افهمه من حضرتك انه ان شاء الله لو رجعت برضه هتستقبلوها بقلب مفتوح زي ما كده والد اماني استقبلها بالفرحه والزفه، يعني ان انتوا كاسره عايزين بنتكم عايزينها ترجع لكم، حتى لو كانت غلطت مفيش اي مشاكل هتسامحوها. تمام. كله وارد للغلط، كله صحيح وارد للعصيان، ما حدش بلا خطيه. بالظبط. وبعدين احنا عندنا برضو في الكتاب المسيح دول الخطاة والزناة والفقراء والناس يعني دي لاوحش الناس، هو ما خيرش حد. وهو جه علشان الناس دي كلها، علشان الناس دي ترجع له، علشان الناس دي تتوب، وانه المفترض ان دي الرساله بتاعت الراعي ان هو بالظبط. بالظبط. تمام. الجزئيه بس بتاعت الامن ان احنا بنناشد وبضم صوتي لصوت حضرتك، بنناشد الشرطه والداخليه بانه مش معقول مش عارفين طريق الولد وصورته واسمه كل حاجه وصفحته على الفيسبوك. هو الولد ده طيب يعتبر من منطقتكم؟ يعني لما عرفتوا الدنيا هو ساكن في نفس القريه اللي انتوا فيها سيله المحطه ولا في قريه تاني؟ لا 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 هو مؤكد يعني 90% بيقولوا من البحيره. يعني عشان كده كلمه البحيره جت في السكه يعني. تمام. لا لكن احنا مش مؤكدين يعني احنا مش عارفين، الناس دول من البحيره وناس دول من بس الفيوم. انتوا خلاص الناس بتقول اديتوا الامن صفحته على الفيسبوك، والمفروض ان التحريات هم بقى دي وظيفتهم هم. بالظبط. مستغربينه يا فندم، هو ده احنا مستغربينه كده يعني، جينا نوريه الصوره
الصور قال لك الضابط قال لك انا مش عارف الصور، انا عارف كل حاجه. طب عارف كل حاجه ده فين؟ شفت بقى، هو عارف كل حاجة، بس الفكرة كلها كده انه يقول لك دي كبيرة خلاص ما دام عدت 18 سنة، وانه سن الاسلمة 18 سنة تمام، وانه ما فيش مشاكل يعني، وانه كل السنين اللي هي يعني، وانها بنتكو والكلام ده كله بالنسبة لهم لا خلاص، ما دام اتعرفت على حتة شاب كده وضحك على دماغها ولعب بدماغها ما فيش مشكلة بقى، انتوا مالكوش حق فيها، ده هي كده رايحة هتروح للاسلام وماشية بمزاجها، وهذا الكلام الغريب اللي احنا بنسمعه. دي مشكلة مع كل الحالات يا أستاذ مريد. يا فندم هي ماشية بمزاجها، هي راحت للأزهر أو راحت لأي مصنع أو راحت لأي مكان وقالت له أنا عايزة واحد اثنين ثلاثة، ولا واحد بيلغيها وبيغازلها على النت، واحد بيكلمها وبيضحك عليها والسام بقى الله أعلم، مع الشامة بفلوس، مع الشامة بشغل، مع الشامة بمكانة، إحنا مش عارفين هو عشان إيه، يجيبوا بقى المسميات دي أو يتواصلوا بقى بطريقتهم اللي هي الحوار اللي حصل، يعرفوا هو كان بيقول إيه وهي كانت بتقول إيه. ما هو انت كده برضو الموضوع بنت، يعني بنت عندها 17 سنه والحوار بدأ معاها. ايوه يا فندم، ما انا عارف، انا مأيده كل كلامك اللي حضرتك بتقوله، وده اللي احنا بننادي بيه واللي نفسنا ان الدوله تتحرك فيه. والحاجه التانيه طبعا اللي بنقولها برضو انه الاسر لازم تكون قريبه اكتر من بناتها، وتحاول تبقى فاهمه برضو البنات بتحصل ايه معاها، علشان خاطر انه ينقذوا البنت برضو قبل ما تحصل المسائل دي الحقيقه يعني. معلش انا عارفه ان حضرتك بتقول باباها ووالدها ووالدها ووالدتها يعني. بسيطه جدا. تمام تمام انا مع حضرتك ان برضه في تاثير وتاثير جامد جدا، تمام، بس برضه ما فيش مانع ان في برضه يعني افتراء برضه تمام. يعني انا بقول لحضرتك عشان دي كل جوانب الموضوع، لكن اهم حاجه في كل ده انه من فضلك، انا عارفه يعني والدها ووالدتها وكلكم تصلوا الصلاه زي ما جابت ورجعت بنات كتير، وان شاء الله ترجع كريستين باذن الله، ونزف خبر رجوعها باذن ربنا يعني، زي ما بقول لحضرتك، لان هو ده دلوقتي اللي احنا بنقدر نعمله. احنا كل مره بنناشد الشرطه وناشد الداخليه، وللاسف هم ادائهم هو ده، نفسنا ان ادائهم يتغير معانا، ده اللي احنا بنامله برضو. والصلاه ان شاء الله زي ما حلت الحديد كده، حلت الحديد العذراء، حلت الحديد، احنا كمان ان شاء الله انه نصلي بكل قوه انه عقول الناس دي وادائهم وتفكيرهم يتغير، وربنا قادر على كل شيء. وانه كل مشاهدينا من فضلكم نصلي من اجل كريستينا، واحنا عرضنا كل الحالات اللي جمعناها لحضراتكم في الحلقه اللي فاتت، كل بنت مختفيه او ست مختفيه يا رب ترجع لبيتها بالف سلامه. بشكرك استاذ مريد، الله يكون في عونكم، بس من فضلكم ارجوكم الام كمان بالتحديد تصلي، وما تمت يعني ما تملش تصلي بالدموع وبالسجود، وان شاء الله كريستين يا رب ترجع في اقرب وقت باذن الله.